هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من تابز. يب، مثل ما قرأت بالعنوان اجينا اليوم على مود جوجو. طبعا هذا المود مثل ما كم شايفين ضف لي شخصيات جوجو نفسها او جوجو العصر القديم. صراحة ما بعرف شو اللي بيصير بالاجزاء اللي بعدين، بس اللي شفته انا هو هدول الشخصيات. ما في عنا ديو للأسف، بس في عنا جوترو، في عنا كايوكن، في عنا كاكيون، اتوقع انه اسمه كاكيون، في عنا جوزيف جوستر اللي بيكون جدا لجوجو، في عنا محمد افدول او محمد عبدول من الاخر، في عنا جان كمان. فلهاي الحلقة حاب اني استكشف بيضل الشخصيتين مع بعض، حاب اني استكشف قوة هالمود. الصراحة المود من بداية مبين عليه متعوب عليه، حتى لو تركز على استاد ستار بلاتينوم متعوب عليه كمان شوي، والزلمة شوي شفاف عشان يبين عليه كأنه شبح او ما بعرف شنو بالتحديد. زائد ما بعرف اذا في ساوند افكت الصراحة. بس كبداية في عنا جوترو وهذا هو الاتش بي تبعهم. خيمة ستار بلاتينوم عنده اتش بي اكثر من جوترو بألف مرة. ديم ضد الملك، بس حاب اختبر طاقتك وحاب اني اشوف شو ضرباتك كبداية. الاثنين حيمشوا مع بعض. God damn! استنى شوي، في ساوند افكت وفي شغلات كمان معاه. خيبة، ما توقعت هالشي. هاي حلوة كتير، هاي كتير حلوة. والكينج كمان بتصفع، رسميا بتصفع. وات؟ هذا هو تفجر. استنى هحاول ارفع الاتش بي شوي مشان اشوف لاي درجة هاي الضربة قوية. خيبة السكول كراتشر هاي لها درجة قوية او كراشر او من اللي هي. حضرتك دبابة بتحس تفجر دبابة؟ خيبة! طاقته من جد كتير قوية. كم واحد تحس تقتل؟ حطوله خمسة سوبر بوكسر. سوى داج. ديم! فجرت اثنين او ثلاثة ونص. فجرت ثلاثة ونص. ولسيتهم جامدين مكانهم بس ميتين، وقعوا اسلحتهم وتوفوا. هدول لسيتهم عايشين بس هلا. وهذا هو كمل الزمن معاهم. شوف هاي البوكسات قاعد عم تطلع. نزل اتش بي جوتر شوي وكمان ستار بلاتينوم. صراحة ما بعرف اذا بيحسنوا يفوزوا ولا لا. على هالمنوال في احتمال ما يفوزوا. بلو فيكتوري، لا والله فازوا اتوقع باخر لحظة كمان. يعني لو بتروح على اعداد الزلمة بتبهدل شوي، بس بالنسبة للطاقة الصراحة ما عندي اي فكرة اذا بيسوي هذاك الاتش بي الكتير عالي. لو وصل عنده السوبر بوكسر حيتبهدل. بس هل ضربة تبعيتك قوية بما فيه الكفاية؟ لا نوب، ما هي قوية بما فيه الكفاية ولا قتلته ولا لا، صراحة ما عندي اي فكرة. بس هذا هو توفى. بدي احط بني ادم واحد بس كتير قوي. هالي بدي اياه. شيت، فجر الايس جاينت. وات؟ كيف؟ هالي حاب افهمه، كيف عم يفجرهم بسهولة؟ هذا هو قتله. بلو فيكتوري قتل اودن، قتل اودن. اودن معاه 6000 اتش بي، بدي واحد معاه اتش بي اعلى. بيلي احسن شخصية معاه 40000 اتش بي. ويل، في احتمال انه يفجر جوترو على السريع، بس في احتمال لا. هذا هو سواله فوق ال 20000 دامج. هاي هي، ما بحسن يطلع فوق ال 20000 دامج. هلا اتوقع انه حيتبهدل. لا ضربه مرة ثانية. ديم وفاز. هاد ضربة كتير قوية. اوكي وان بانش مان، بس مجرد تجارب. بس اللي وقف الزمن عليه كمان. وان بانش مان ما هياكل دامج. ما هياكل دامج ابدا. وجوتر تبهدل، اتش بي تبع ودع. بس هذا حتى نشوف الشخصية اللي بعدها واللي هو هالزلمة كاكيون او شغلة هيك. صراحة اسمه كتير غريب، نسيان شو اسمك، صار لي زمان ما شفت الانمي. بس نسيان شو اسمهم هدول اللي بيكونوا مع الشخصية نفسها. بعرف انه جوترو تبعه هو ستار بلاتينوم، هالشيء متاكد منه، بس شو اسمهم بالتحديد نسيان لانه صار لي كم سنه ماني شايف الانمي. العموم هذا لما معاه شبح، وهالشبح ما هو كتير قوي بس منيح، او منيح بما فيه الكفايه. ما بعرف شو ضربت. شيت، بلو فيكتوري. وات؟ كيف؟ شيت، وات ذا، شو هذا؟ شو هالخبيص؟ بلو فيكتوري مره ثانيه، بس هذا شو؟ رسم الشغلات غريبه، ولسيتهم بالماب ما اختفوا. هذول انه راحوا. اوكي يا جماعه المود هذا غريب، المود هذا اغرب من اللي توقعته. هاي الضربه فايت على صدرك، مع السلامه، الله يرحمك انت والظل تبعك، الله يرحمكم. ما بعرف بس شو الحدايد الخضراء اللي بيرسبنها بالماب. هات لي تالي اجربك ضد بني ادم غير جوتر. ملك اهلين، تعال ارجع مره ثانيه، حاب اني اشوف الضربه من جد. بضرب عليه شغله. هذول هن رسبنوا مره ثانيه. بالسماء مات الملك، في انفجارات عم تصير. هذا هو مات الملك، ما سيد افوت لجوا مش اشوف الملك. نجرب مره ثانيه، هل رسبنوهم مره ثانيه؟ هذول هن رسبنوهم. God damn، لاي درجه انتوي هذا الزلمه قاعد عم يفوت لجوا. اتوقع انه هالزلمه قوي بس ما في عنده اتش بي. بس الشيء الوحيد اللي لحد الان ما فهمته هو انه ليش الشادو هذا بياخذ دامج. اخذ 665 اتش بي على الفاضي من ولا شيء.
هذا هو بهدله بهدله، بس اتش بي بنقص منه هيك فجأة، ومو كل جيم كمان بنقص منه، هاي المرة ما نقص، فالموضوع كتير غريب. وبنروح على الشخصية اللي بعدها لهلا، شخصية جوزيف أو يوسف، جدا لجوجو. هالزلمة أتوقع إنه ما كان عنده طاقة، نسيان الموضوع، بس يمكن ما كان عنده طاقة، في مرة بس إنه بيفوت شغلة بمخه وبعدين بيصير شغلة معاه. بس بشكل عام اتوقع انه حيكون كتير ضعيف، فهات لتالي احط الملك ضدك ونشوف لو حتحسن تقتل الملك ولا لا. نوب زت لبارات الماب كله. من جد ما عنده طاقة الزلمة؟ ما هي زته مرة تانية، بس يعني من جد ما عندك طاقة؟ اوه ضرب شغلة. اوكي هات لتالي احط ضدك نايت، بني ادم اضعف. ضربتك شو بتساوي بالتحديد؟ ولا شيء ابدا، صابوا فيهم وما عم يساوي اي شيء، حسن عم اضرب هربون وبس. عن جد من جد بهدل. حيتصفح من نايت. الحمد لله قتله للنايت، ما مات منه. اوكي بهاي الحالة معناته استنى شوي، لو حط ضدك جوجو شو بيساوي فيك؟ حيبهدلك. رسميا حيبهدلك. مع السلامة جدو، الله يرحمك. ولا بهاي الحالة بنروح على الشخصية اللي بعدها معناته، واللي هو محمد او انا بالتحديد. هذا على حسب ما بتذكر اللي معاه اسمه ريد هوك او الصقر الاحمر، فالصقر الاحمر كان شغل نار على اغلب حين شوى استاذ يوسف. بس شو بدي اسوي لك؟ بدي اشوف ضرباته لها الزلمة شو حتكون. الزفت تبعه وقع. مساعده وقع، شو عم يساوي؟ حيضرب نار. شيت، مع السلامة. الله يرحمك. فجروه مرات الماب كله. ملك وينك؟ تعال هون. هرجع يضربه مرة تانية، خيبة بتسوي كتير دامج. اوكي ملك روح. شيت، هذا راسه صغير. الاثنين راسهم صغير، الاثنين مربوطين ببعض، فالاثنين راسهم صغير. مو مهم، اهم شيء التقنيات بهالمخ الصغير تشتغل. اضرب النار تبعك. شيت، لعب في جولف، رماهم الاثنين لتحت. بس احترق المسكين. ما حزن يتحمل. اوكي هالزلمه قوي، هالزلمه قوي. اتوقع لو بحطك ضد هالزلمه حتحسن تبهدله رسميا. او لا، الا لو نزل هاي الحدايد من اول الجيم. هاي الحدايد عباره عن غش، هاي الحدايد رسميا. رجع نزلهم مره ثانيه، هاي الحدايد عباره عن غش رسمي. هذا هو، ارمي عليه النار. لا والله ابدا، ما توقعت انه هالزلمه يكون هو محمد عبده. هسميه محمد عبده لانه هذا اتوقع اسمه. خيبه رسميا، خيبه. شوف بيتموا لازقين ببعض كمان، حتى لو بعد عنا شوي برجع بيسوي تليبورت لبعض. عشي كتير حلو، بس انت مرات الموت. الله معاك. هتلاقي اللي رجع محمد شوي لورا ممكن وقتها. نوب ابدا ابدا، ما بعرف كيف هالزلمه عم يفوز على محمد، مع انه ضد جوجو بتبهدل بهدله. ضد جوجو رسميا بتبهدل. شوف شو سعوه فيه جوجو. بس لو حطيت مثلا جوتر ضد محمد شو بصير؟ يب كالعادة. جوتر اعوى شيء. اتمنى لو كانوا ضايفين ديو. وبنروح على الشخصية اللي بعدها واللي هي الشخصية الأخيرة، شخصية جان. شخصية جان معاه هذا المدرع اللي معاه هالسيف. الصراحة الظل تبعه ما هذاك الشيء الفنان الفنان، بس شعره فنان الصراحة. شعره عجيب. على العموم هات لحتالي نجربك ضد جوجو، بعرف انك حتموت والله اعلم. ضرب نفس الضربة. شيت قاديم، الاثنين قتلوا بعض. جوجو مات وجان كمان مات، خيبة. سنة حطوا ضد محمد مرة تانية، هلا حتنفجر. صفر، خيبة. اوكي لازم نشيك على الدمج تبعها. هذا استعد بيلي، تعال لهون نشيك على الدمج. بالله عليك لا تقتله بسرعة. ايوه يا رب تسوي دمج اعلى. ما سوي دمج بنوب، مقارنة بهذيك ما سوي دمج ابدا. هاي هي التجربة الثانية، يب ما سوي دمج ابدا، يمكن سويت 2000 ولا 3000. شوف دمج هاي تقريبا نزل 1500 او شغلة هيك. هلا جوترو بس يجي حيضرب ضربته، شوف الدامج اللي حتسويه. فجره، ورجيني الدامج. خيبه، سويت له قريب ال 10000 او ال 20000 صراحه ما ركزت. استنى، بما انه جوجو قوي لهالدرجه هات لتالي احط 6 منه. ها؟ استنى شوي، مين هاي الشخصيه؟ مين هالزلمه؟ هالزلمه غريب، هم موجود بالايفل. هي بس يوفا من جد مبين عليها قويه. قاعد ديم، مين هالزلمه؟ سنة حطه ضد جوجو مع 4000 اتش بي، ما رجع نزلت لك اكثر من واحد جوجو. قاعد ديم تبهدلوه بهدلة. واحد بس واحد. حابين اشوف ضربته هو. جوجو عم يبهدله، جوجو رسميا عم يمسح فيه الارض. هات لتالي جرب بني ادم غير جوجو، لنقول يوسف شو حيساوي هالزلمه. ما عم يساوي اي شيء بنوب. ويل قتله ليوسف، بس غير هيك ما عم يساوي اي شيء. هذا لتالي احط لك بيلي، شو حتساوي ضد بيلي؟ تقريبا ولا شيء كمان. بلو فيكتوري، خسر لبيلي. سايتاما
قاعد ديم. مين هالزلمه اللي طلع فجاه من تحت الارض؟ شكله فنان بس مبين عليه ما هو قوي بنوب. هتلاقي طلع حطه ضد ملك الشر نفسه. الصراحه هالزلمه يعني شكله فنان، شكله خطير. ريد فيكتوري فاز على ملك الشر، بس ملك الشر معاه 1000 اتش بي بس. على العموم هالزلمه موضوعه كتير غريب، حتى عيونه كتير غريبه. بس هذا كان كل شيء لهي الحلقات. من ان عجبكم هالمود صراحه تفاجأت انا بقوه جوجو. على العموم هذا كان كل شيء لهي الحلقات، من ان عجبكم الفيديو اتمنى ان استمتعتوا فيه. اذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومع السلامه. عاش كتير غريب، عاش كتير غريب. هذاك زلمه ليش نسيته عايش؟